أعلنت جبهة تحرير تيغراي شمال أثيوبيا إنها ملتزمة بوقف فوري ومنسق لإطلاق النار، وأكدت الجبهة في بيان أنه لا يمكن حل النزاع إلا بالحوار السياسي، مبدية استعدادها للانخراط في عملية سلام جدية وسط ترحيب من الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة. وكشفت جبهة تحرير شعب تيغراي عن تشكيل فريق تفاوضي لتمثيل حكومة إقليم تيغراي، وذلك في أعقاب تجدد القتال الشهر الماضي ونسف الهدنة الإنسانية في الإقليم. وينضم إلينا من أديس أبابا مراسلنا زاهد الهرري. زاهد، أهلا بك. أخيرا وافقت جبهة تحرير تيغراي على الدخول في مفاوضات من دون شروط مع الحكومة الأثيوبية. ما هو رد أديس أبابا حتى الآن على هذا الاستعداد؟ نعم حامد، حتى الآن لا يوجد أي رد رسمي خارج علينا، لا من متحدثة باسم مكتب رئاسة الوزراء، ولا من وزارة الخارجية، ولا من وزارة الدفاع، ولا حتى مكتب الاتصال الحكومي الذي كان يعني هي الجهة الرسمية الأولى التي تطرح بأي خطاب، حتى وإن كان خطابات مكتوبة على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى من قبل وكالة الأنباء الأثيوبية والتلفزيون الرسمي. ولكن رأينا من البارحة حتى الآن، من مساء البارحة حتى الآن، هنالك ركود هادئ جدا، وهنالك ركود غريب من جهة الحكومة الأثيوبية. لا يوجد أي تفاعل حتى من المواطنين على هذا الخبر، إلا من بعد بعض المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، المدونين الذين يحسبون على النظام أو قريبين من النظام، يقولون أن الجبهة يعني أعلنت بعد 3 أيام من إعلام مسبق لها ب4 شروط لوقف لإطلاق النار، والآن واليوم خرجت علينا الجبهة بكتاب أيضا أو ببيان مكتوب تقول فيه أنها راضية بالتفاوض مع الإدارة الأثيوبية والإدارة المركزية دون أي شروط، وتحت المظلة الأفريقية التي طالما شككت القوات إقليم تيغراي أو المتحدث باسم الجبهة السيد قتاتشو أردا، شكك بمصداقيتها أو بقدرتها على إحلال السلام في هذا النزاع بالتحديد. ولكن يقولون أن وضع قوات إقليم تيغراي أو وضع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بصفة عامة في الداخل التيغراوي أيضا وفي الخارج في ساحات المعارك هو وضع حرج جدا، لهذا هي الجبهة يعني سلمت دون اي شروط. وراينا البارحه ايضا كان هنالك كتاب ايضا بيان مكتوب من موسى فكي رئيس الاتحاد الافريقي، عندما يعني ندد بهذا الخطاب وقال ان لابد للحكومه الاثيوبيه ان تتجاوب معه. وراينا ايضا المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي ووزير الخارجيه الامريكي ايضا انتوني بلينكون عندما قال يعني هذه خطوه ممتازه او خطوه يعني يكون فيها الحل للشعوب الاثيوبيه. فهذه الأمور حتى الساعة لا يوجد أي رد من قبل الدولة الأثيوبية من كل السلطات، والمتوقع هو أن ترد الحكومة خلال الساعات. وتم التواصل أيضا مع المستشار الأمن القومي ومستشار الأمن القومي في مكتب رئاسة الوزراء السيد السفير رضوان حسين، ولم نجد أي تجاوب منه حتى الآن. يعني هنالك تعتيم عالي جدا من قبل الإدارة المركزية في أديس أبابا. نعم، يعني أديس أبابا تلتزم الصمت حيال هذا الموضوع. مراسلنا زاهد الهرري كنت معنا من أديس أبابا، شكرا جزيلا.